اليوم في حقيقه تفاجأنا وهي بالعدد الكبير الحمد لله ديال المواطنين اللي توافدوا على مراكز تحقن الدم بدون اننا ننصيو او نديروا حتى شي نداء. جاوا تطواعية وتلقائيا لمراكز تحقن الدم اعداد كبيره جدا. هذا ان دل على شيء فهو يدل على ان المواطن المغربي عنده حس التضامن ولله الحمد. غير هو اللي كنبغي نشير له هو ان مراكز تحقن الدم عندها واحد الطاقه استيعابيه محدده وان ما خصناش نفوتوا عدد كبير ديال الاكياس ديال الدم باش نتفاداو الاتلاف ديالها. لذلك فانا كنتوجه للمواطنين انهم اذا يتفهمونا واذا جاوا المراكز ولقاوها مكتظه وانهم اذا قالوا لهم باننا صافي غادي نوقفوا مثلا حتى للايام المقبله ان شاء الله يعني غدا ولا بعد غدا يتفهموا هذه المساله. هذه حنا هذا اللي كنديروه فقط من اجل تفادي اتلاف اكياس الدم وان هاد اكياس الدم اللي غادي ناخذوها يستافدوا منها هاد الضحايا لان باقين غيكون هناك حاجه للدم في الايام المقبله. لذلك يجب تنظيم التوافد على مراكز تحقن الدم فعلا. فالضحايا الحصيله هي في ارتفاع مستمر لان ما عرفناش بالضبط شحال العدد ديال الضحايا اللي هما تحت الانقاض. على ديك الشيء انا كناكد بان التبرع خاصو يكون حتى في الايام المقبله ولا يقتصر فقط على هذا النهار هذا او غدا ان شاء الله. لذلك خاصو يكون هناك تنظيم في التوافد على المراكز. جميع الجهات حلت الابواب ديالها من اجل استقبال المتبرعين. وحتى احنا السياسه اللي كنتاخذوها هي ان ملي كيكون شي مركز تحقن الدم محتاج للاكياس الدم كيكون المراكز اللي كيكون عندها فائض كترسل ليها. وهذا الشيء اللي وقع الحمد لله البارح واليوم. فمراكز تحقن الدم اللي عندها فائض في اكياس الدم رسلت اكياس الدم للمركز الجهوي تحقن الدم لمراكش من اجل اسعاف الضحايا اللي كان الاولين اللي كانوا في تحت الانقاض. الحمد لله هذاك الشيء اللي بغى الله هو هذاك الشيء اللي كاين. الحمد لله الحمد لله بزاف حيت البؤره ديال هذا الزلزال ما جاتش وسط مدينه مراكش جات في القرى. والله يرحم جميع موتى المسلمين والله يجعل هذا الموتى مساكن شهداء. وحنا دابا الحمد لله في مركز تحقن الدم الناس تبارك الله جاهم ما شاء الله تبارك الله. هنا بان حق المغاربه اتجاه اخواني من المغاربه الاخرين. الحمد لله تنشكروا وما علينا الا الحمد لله على هذا المكان. الحمد لله على ما انزل به الحمد لله. فقت الصباح شفت شويه اخبار وصافي جيتني شان ندير التبرع. قلت للزوجه ديالي انا غنمشي ندير التبرع الدم وجيت هنا لقينا شويه ديال الزحام والحمد لله عاونتهم. انا في الاول كنت شويه فولونتير دابا عاد دابا جلست نورمالمون راه شي ساعتين وثلاث سوايع واقف معاهم تنتعاون معاهم في تنظيم الناس تيديروا هنا يتبرعوا بالدم ديالهم. البارح كنا جالسين زعما تفاجئنا بهذا الزلزال حيت ما عمرو من نهار عقلت على راسي ما عمرو ما وقع بحال هادشي بحال هكا. وكما كتشوف الواحد كيتخلع على ولا على دارو وشامل حاجه يعني ما شنقول لك جيت انا وخويا نتبرعوا كيفاش الزلزال ديال الحوز ديال مراكش. الله يكون في عونهم والله يرحم جميع المسلمين. والله ما هذا الشيء صعيب بزاف وان شاء الله نتوهم الجنه يا ربي ان شاء الله يا رب. البارح شفنا كاملين وحسينا بالفاجعه اللي وقعت ديال الزلزال. حنا حسينا بها خفيفه ما كانتش بحال كما وقعت في الجويه ديال مراكش والحوز وهذا. دونك اليوم في الصباح فقط جيت باش نتبرع بالدم ديالي باش يوصل لاخوان ديالنا اللي كاينين اللي تاثروا بالزلزال. دونك جيت بوحدي وشاده النوبه ديالي ما عنديش مشكل وصلني النوبه في ما وصلت ما عنديش مشكل. دونك كنتسنى نتبرع بالدم ديالي باش نساعد الاخوان ديالي.